تشوف برضه حكاية التوازن دي في الكائنات، تلاقي الكائنات الضعيفة جدا تخلف كتير والقوية تخلف قليل. شوف الفيل مثلا يخلف قد ايه، شوف الانسان يخلف 2 3 4 10 20، انما البيض في الاسكارس مليون مليون بيضة كل مرة، يعني في خلال عمرها 10 20 مليون بيضة. ليه؟ علشان كل الناس اللي بيهلك بالحر والبرد والجفاف والأدوية وما تجدش بيئة مناسبة، ما تجدش المضيف اللي هتتصفل عليه إلى آخره، فرصتها في الحياة قليلة. فعشان كده ربنا ضاعف نسلها. تبص تلاقي البرغوت ربنا طول رجله عشان ينط، الرجل الورانية تلاقيها 4 أضعاف طول الرجل القدامانية في البرغوت، زي حكاية الضفدعة، فده يساعد على النط. فربنا وفر لها في الخلقة دفاع عشان تيجي تمسك ونط، وإلا لولا الرجل الطويلة دي ما كانش بقى فيه ولا برغوت دلوقتي، كله كان انتهى. إنما الرجل الطويلة اللي ورا خلت البرغوت برغوت ينط، لما نط فلت. فيعني تبص تلاقي في التوازن الغريب في الكون، ربنا يقوي الضعيف ويجي القوي يكسر مقاديفه، عشان يبقى في النهايه في توازن. ربنا في ايده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد كل شيء. فاداره الكون لما تبص فيها تلاقي فيها حكمه، والا زي ما شفنا في الفيلم كان بقت مصيبه. تصور تحت ضغطك بكتير، بعد 8 ساعات هيبقى مليون، بعد شهر هيبقى يتكاثر قد القاره الامريكيه، تبقى انت فين؟ هتبقى فين تحت البتاع ده؟ هتتردم بقى ميكروبات وتعم انت والقطر اللي انت ساكن فيه والدوله اللي انت عايش فيها. فدي حكمه ربنا ليها نظم الكون، واصبح لكل واحد فرصه حياه، لأن ربنا في حكمته وفي سنته إن الكل يعيش. يبقى إذن مفيش واحد فيهم ينفرد وكده، هو مفيش لا يمرض ولا يبقى له عدو قدامه فرصة كاملة، ولا وإلا هيبلع الكون كله. صرصار واحد ممكن يقضي على البشرية كلها رغم كل الإمكانيات اللي فيها. جرادة لولا ان هي ربنا مسلط عليها المهلكات من جميع الاشكال ومسلط عليها الانسان بعلمه، كان ممكن تصبح الصبح تلاقي الجراد واكل جميع اشجار ومجز حكاية الخفاء اللي احنا موضوع حلقتنا. نجد حقيقي والله له حكمة عجيبة. يعني تصور ان ربنا يديك بصر وسمع وحس بحيث انك تشوف كل الحاجات دي، فتيجي تشرب كوباية مية تشوف الميكروبات اللي فيها. طبعا مش معقول هتشرب ده، حاجة تقرف هترميها على صول دراعك. يعني المية احنا شفنا المية فيها ايه، ملايين ملايين امم بتاكل بعضها، فمعقول هتيجي تبص كده نهار اسود تروح رامي الكوباية على صول دراعك. مجرد انك تيجي تحط راسك على المخدة فتشوف الخرفان اللي رايحة وجاية دي، يا نهار اسود دي حاجة مرعبة صحيح، ده مش ممكن يجي لك نوم خالص نهائي. وطبعا مهما تغسل وتفمين 20 فم برضه تيجي تنام نص تلاقي الخرفان رايحة جاية، دي مش عيش. ده غير كمان لو شفت الجن والشياطين والملائكة واللي بيحسب عليك أعمالك واللي بيدون صحيفة حسابك والإيه ده؟ ده كان الواحد من الإنزعاج يقع للسكتة القلبية على طول فورا فورا، الحياة ما فما بالك لو ربنا كشف لك كمان الأجل وعرفت إنك هتموت بعد يومين، أو يعني الإنزعاج اللي هتعيش فيه أنت وأولادك يعني. فالمسألة الخفاء، خفاء كل خفي وظهور كل ظاهر مرتب بحكمة إلهية بحيث الإنسان يقدر يعيش مطمن، لأن ربنا أراد بالدنيا ما أرادش بيها أنك تعرف كل حاجة، لا ده أراد بيها اختبارك وأنك تعرف معدلك وتعرف مكانك ومنزلتك، هذه المسألة. فهي الدنيا دار بلاء ودار امتحان، ما هيش
مقصود بيها انك انت راجل تبقى عندك اطلاع الهي وتعرف كل شيء في الكون. فطبعا هي الفيلم ادانا جرعة مقلعة، وريتنا كلنا الحكمة الالهية، حكمة الحكيم الذي ليس كمثله شيء. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.